اهلا بكم سبع سنوات مرت على الحرب الاهليه في سوريا وما زال النزيف مستمرا الثوره اندلعت للانتفاض على قمع النظام وللمطالبه بالحريه والكرامه دخل عليها طارئون ومتشددون فحرفوها عن مسارها استغلتها داعش والقاعده لتحقيق حلم الخلافه فضرباها في الصميم تدخلت دول لمساعده النظام واخرى لضرب الارهاب فتحولت سوريا إلى ميدان صراع دولي واقليمي جر العديد من الجيوش واللاعبين إلى ساحته. في بداية العام الثامن أين أصبحت الثورة السورية؟ وهل من منتصر؟ قبل الانتقال وبدء الحوار مع ضيوفنا نرحب بضيفتنا أولاً من فيينا عبر سكايب. سميره المسالمه الكاتبه السياسيه ونائبه رئيس الائتلاف الوطني السوري سابقا اهلا بك من جده خالد بطرفي استاذ مساعد في جامعه الفيصل ومن اسطنبول فوزي ذاكر اوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي وسينضم الينا لاحقا من ديترويت جون عقوري الخبير في شؤون الشرق الاوسط ولكن قبل الانتقال الى ضيوفنا نتوقف عند مقابله اجريناها قبل قليل هنا في الاستوديو مع رئيس الائتلاف السوري المعارض سابقا هادي البحرة نستمع إلى المقابلة ونعود لبدء هذا النقاش في هذه الساعة أستاذ هذه البحرة أهلا بك بداية كيف تقيمون الثورة السورية في عامها السابع؟ الثورة عندما انطلقت قامت من اجل استرداد حقوق سياسيه وانسانيه قامت من قبل المجتمع السوري ثوره شعبيه ليست منظمه وقامت اولا من اجل اصلاح النظام والقضاء على الفساد وعندما لم يتجاوب هذا النظام وقام باستخدام العنف المفرط بحق الشعب اتجهت هذه الثوره كرده فعل طبيعيه نحو حمايه المدنيين وذهبت باطار التسليح في الاساس من اجل حمايه المتظاهرين السلميين لكن بعد ذلك بدأت التدخلات الإقليمية والدولية في الثورة السورية وتم حرفها عن طريقها الأساسي، وبالتالي نحن نقع في الفخ الآن لنقيم الثورة من ناحية عسكرية وليست من ناحية إنسانية وسياسية. ولكن أساس, على الثورة, على يعني. أساس الثورة هو سياسي وإنساني وانطلقت دون أي سلاح وانطلقت من قبل المدنيين، م. بالتالي لم تقم من أجل أن نسيطر على شارع معين. او على ضيعه معينه او على مدينه معينه بالعرف العسكري بل التسليح الثوره والاتجاه التي الذي الزمها النظام به للدفاع عن النفس ادى لدخول عناصر جديده ضمنها وهذه العناصر هي عناصر بعيده عن المجتمع السوري وعن طبيعته ولا سيما المنظمات الارهابيه التي حاولت ان تطلي الثوره بالسواد والنظام فعليا هو من قام على تشجيع هذه تسهيل دخول هذه التنظيمات الى سوريا، بالتالي حتى لو استطاع الان النظام وحلفائه ايران وروسيا من السيطره على كامل اراضي الدوله السوريه انما تسيطر عليها فعليا الميليشيات الايرانيه والميليشيات الطائفيه التي اتت من العراق ومن ايران ولكن ومن المنطقه كانت محدوده يعني بالنسبه للنظام كان اما هذا النظام يبقى او لا يبقى وبالنهايه وبعد سبع سنوات من القتال النظام بقي واليوم هو اقوى بفعل المسانده الروسيه الايرانيه والميليشيات التي تتحدث عنها ولكن لديه دمشق لديه حمص حما حلب وابرز المدن السوريه واليوم هو يعني يهجر ابناء روطا الشرقيه هذا التحليل بالمطلق ابدا لأن النظام عندما نقوم بتقييم النظام يجب ان نقيمه بناء على قواه الذاتيه، هل هذا النظام قادر على الاستمرار في السيطره على سوريا وحكم سوريا اعتمادا على قواه الذاتيه؟ نحن كسوريين حاليا تجاوزنا موضوع النظام نحن ننظر إلى وطننا سوريا ننظر إلى كيفية إعادة لم شمل سوريا وتوحيد الأراضي السورية والشعب السوري ننظر إلى كيف من الممكن لنا أن نسترد السيادة السورية على كامل الأراضي السورية هذا النظام ضحى بالسيادة السورية السؤال يعني تحدث عن كل هذه العوامل وهذه مسألة مهمة من هنا يأتي السؤال الأساسي كنتم تريدون مواجهة نظام غير عادل وهو النظام السوري نظام رئيس الاسد ولكنكم اليوم تواجهون انظمه، تواجهون النظام السوري، تواجهون النظام الروسي، تواجهون النظام الايراني، تواجهون الميليشيات الاخرى، اضافه الى التاثيرات الاقليميه والدوليه الاخرى. اذا ماذا حققت هذه الثوره؟ ألم يكن الوضع أفضل قبل سبع سنوات بالنسبه للسوريين مما هو عليه الان؟ بالتاكيد الوضع ليس هو أفضل، نحن كنا شعوب تهرب من تحمل المسؤوليه مم. شعوب تعجز ان تتخذ الخطوه لتسترد حقوقها الدستوريه والانسانيه نحن دوله بتنا نسير نحو الانخفاض ونحو الاندحار لا يوجد مشروع حضاري صناعي للتطور لا يوجد ديمقراطيه في البلد تتيح لشباب سوريا ان يبدعوا ويمارسوا حقهم الكامل في الابداع، وحقهم حتى بالحلم للطموح للوصول الى ليصبحوا مدراء شركات، يصبحوا اعضاء في البرلمان، بل يصبحوا اي شاب يحق له ان يحلم ان يصبح رئيسا لسوريا دون نختصر الاجابات لو سمحت استاذ هادي، الا تتحمل برايك المعارضه مسؤوليه فيما الت اليه الاوضاع كونها وعلى مدى سنوات وعندما كان الدعم الدولي كبيرا بالنسبه لها لم تستطع من التوحد وبالتالي اصبحنا او الت الامور الى ما الت اليه الثورات في طبيعتها هي ثورات شعبيه غير منظمه، هي لم تنطلق من حزب سياسي معين ثار على النظام انما هي ثوره شعب بكامله على الفساد وعلى التسلط وعلى استبداد النظام، بالتالي هي بطبيعتها ثوره غير منظمه. قل لي اين يوجد في اي دوله في العالم شيء اسمه معارضه موحده بتنظيم واحد طيب نقطتان لو عدتم الى الوراء سبع سنين ما هي الاخطاء التي تتفادونها كي لا تصل الامور الى الان؟ ما هي ابرز الاخطاء التي تتحدث عنها باختصار؟ اهم الاخطاء كان يجب التنسيق الكامل والاساسي الاصرار بين المسار السياسي والمسار العسكري كان لابد ان يكون القوه العسكريه هي احد الاذرع للقياده السياسيه لان الهدف ليس هدف عسكري انما الهدف هو تحقيق اهداف سياسيه مهم. بالتالي لا تقوم انت بحرب من اجل الحرب وليس من اجل القتل انما تقوم من اجل تحقيق اهدافك السياسيه يعني المجموعات المسلحه فرضت رزنامتها على الجماعه السياسيه للتاريخ يجب ان نقول ليس المجموعات المسلحه بارادتها الحره ولكن بسبب امتداد العامل الاقليمي والعامل الدولي الى داخل الوضع في سوريا الذي فرض هذه المعادله على الفصائل العسكريه وعلى العمل السياسي طيب استاذ هادي فيما يتعلق باسلمه المعارضه الى اي مدى هذه المساله لعبت دورا في فرض المعارضه او في فقدان المعارضه للحاضنه الشعبيه السوريه من كافه الطوائف وبالتالي السؤال الامتدادي لهذا السؤال داعش الى اي مدى اثرت على جهود المعارضه وقضت عليها داعش والنصره اهم ادوات استخدمها النظام واستخدمتها الدول التي ترعى الارهاب من اجل محاوله صبغ الثوره السوريه بالسواد وجعل المنظر يظهر وكانه هناك نزاع بين نظام دكتاتوري وبين منظمات ارهابيه وهذه المعادله التي سعى النظام على فرضها منذ اوائل الثوره والتي اعلنها المفتي العام لسوريا في شريط الفيديو الشهير وهدد اوروبا كلها بالقيام بعمليات ارهابيه في اوروبا، م. بالتالي بالتاكيد هذه التنظيمات الارهابيه هي ليست جزءا من الثوره. وليست جزءا من المعارضة وفي غالبيتها من أعضائها هي غريبة على المجتمع السوري طيب. أما من ناحية أسلمت الثورة السورية بالتأكيد كان يجب أن يبقى المظهر السوري الوطني الواسع دون أي أيديولوجية أو عقيدة تصبغ الثورة لكن طبيعة المجتمع السوري هو بغالبيته مجتمع مسلم وهو مجتمع مسلم وسطي لكن تصلي نظرا للاستبداد و والبطش الذي مارسه النظام من الطبيعي الإنسان في لحظات الشدة وفي لحظات اختلال موازين القوى المفرطة في التسليح وفي مستوى الدعم أن يلجأ الإنسان إلى البعد الديني في الثورة طيب. هذا لم يخدم الثورة لكن كان نتاج طبيعي ومبرر من ناحية الإسلامية لكن الإرهاب ليس جزءا من الثورة بالتأكيد ولا من المعارض عظيم لدي سؤالان أو ثلاث ثلاثه اسئله ارجو ان تكون اجاباتك مختصره اين هي الدول العربيه التي دعمت الثوره السوريه منذ البدايه السعوديه قطر والامارات بالسلاح وبالمال لم نسمع لها اي صوت هذه الايام والساحه متروكه لروسيا لتركيا وايران قبل ان نلقي اللوم على هذه الدول الاقليميه والدول العربيه، يجب ان ننظر ان الوضع في سوريا بات اذا كان ككره فالغلاف الخارجي لهذا الكره هو صراع دولي محوره بين الغرب والدول التي تتزعمها روسيا، وهو بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا. الغلاف الثاني بداخله هو على الصعيد الاقليمي الذي يتمحور بالدول الاقليميه الاساسيه تركيا وايران، and واسرائيل وباطاره الاصغر بات هو الصراع السوري السوري وهو لب وجوهر الثوره. الدول العربيه اختلفت موازين المعادله في الصراع، بات لكل دوله همها الوطني الاول ومخاوفها الاساسيه، السعوديه بات هناك مشكله اليمن والتدخل الايراني في اليمن، بالنسبه لتركيا بات هناك التدخل المخاوف من قيام دوله انفصاليه كرديه بالنسبه لقطر بات هناك خلافها مع باقي دول الخليج ومع باقي دول المنطقه وهناك الحصار عليها بالتالي بات هناك هم اولي لدى كل هذه الدول تاتي في سوريا في المرتبه الثانيه ولم تعد في المرتبه الاولى لديهم جميعا لكن يجب علينا ان نقول ان كل هذه المشاكل لن تحل دون حل الوضع والازمه في سوريا طيب لحل الازمه السوريه هل مسار جنيف برايك ما زال قائما بعد الوضع الذي وصلنا اليه وبالتالي اذا كان النظام في السابق ضعيفا ولم يقدم اي تنازلات في المفاوضات فهل برايك بعد, ما بعد الذي حققه على الارض سيقدم تنازلات من اجل التوصل الى حل سياسي مسار جنيف ما زال موجودا شكليا وهناك حاجه لاستمراره شكليا لكنه هو مسار غير فاعل بوضعه الحالي لانه ما لم, ما لم تتغير المعادله باعتقال لان هذا النظام طالما بقي مطلق اليد في ارتكاب الاعتداءات والمضيف بالحلول العسكريه فهو لن يجلس على طاوله المفاوضات ولذلك نقول هناك غياب للدور العالمي بالمرحله الاولى الاساسي ولا سيما من الولايات المتحده الامريكيه بانه يجب وضع عواقب على النظام في حال عدم التزامه بقرارات مجلس الامن الدوليه وتكلفه على استمراره في المغامرات العسكريه كي يعلم ان الجلوس على طاوله المفاوضات هو الطريقه الوحيده للخروج الازمه وان اي حل عسكري لا يمكن أن يقدم له حلا قابلا للاستمرار من هنا يأتي السؤال الأخير أنت اليوم أستاذ هادي في واشنطن التقيت مسؤولين أمريكيين بأي انطباع تخرج من هذه الزيارة هل هناك توجه أمريكي من أجل تحقيق هذا الأمر بالفعل يعني إجبار النظام على الذهاب إلى المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي كما قلت بات الملف السوري الآن متشابكا مع الملف الأقليمي والملف الدولي وبالتالي المعادلة للقيام الأمريكية ولا سيما بعد التبديلات الجديدة التي تواجهها ليس هو موضوع سوريا سوريا هي جزء من الوضع لكن هي موضوع التصرفات الدول الإقليمية ولا سيما إيران وامتدادها الإقليمي لفرض نفوذها وروسيا في اتخاذ سياسات أحادية الجانب كل هذه القضايا تؤثر بالامن القومي الامريكي وعلى الاداره الجديده ان تواجهها. بالتالي بات حل القضيه السوريه ووضع عواقب للنظام في استمراره باعماله العسكريه مع داعميه روسيا وايران بات امرا يهم الامن القومي الامريكي ان يضع حدا له. لابد من ايجاد حل سياسي للقضيه السوريه وفق تنفيذ القرار 2254 هل كاملن. خرجت بان هناك انطباعا بان امريكا ستتدخل من اجل حسم هذا النزاع هناك تبدل واضح كما قلت في الملف السوري في الإدارة الأمريكية لكنه في طور التشكل هناك نقاشات جدية بين البنتاغون والمجلس الأمن القومي وسنرى الآن انضمام وزير الخارجية الجديد وماذا سيخرج عليه من قرارات لكن إن أخذنا الكلمة التي ألقتها السيدة نيك هيلي في السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن وجدنا فيها جديه وحزم والتزام باتخاذ ما يلزم من خطوات من اجل تطبيق قرارات مجلس الامن شكرا لك استاذ هادي البحره رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض السابق نشكرك من جديد شكرا اهلا بكم من جديد ونرحب مجددا بضيوفنا من ديترويت جون عقوري الخبير في شؤون الشرق الاوسط من اسطنبول فوزي ذاكر اوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي من جده خالد باطرفي استاذ مساعد في جامعه الفيصل ومن فيينا سميره المسالمه الكاتبه السياسيه ونائبه رئيس الائتلاف الوطني السوري سابقا سابدا مع فوزي ذاكر اوغلو من اسطنبول سيد اوغلو فيما يتعلق بالثوره السوريه اندلعت منذ سبع سنوات كيف تنظر إليها وكيف تنظر إلى موقف تركيا الذي انقلب رأسا إلى عقب تحول من داعم للمعارضة إلى داعم لداعمي النظام السوري مساء الخير أولا لنتذكر الفترات التي مرت بها الثورة السورية منذ دلاعها في آذار 2011 في البدايه كانت هناك معارضه سلميه قامت تركيا على يعني بمساعي حثيثه لمحاوله اقناع النظام في ذلك الوقت والذي كان لديه علاقات مميزه مع تركيا بقيام باصلاحات حقيقيه يقبل بها الشعب السوري من دون الحاجه للتحول السياسي الـ 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 يعني الـ الكبير الذي كان بالحقيقه منتظرا في ذلك الوقت لكن تركيا لم تستطع ان تقنع نظام الاسد ولا ان تقنع بشار الاسد بالقيام بهذه الاصلاحات الحقيقيه وبعد ان فقدت الامل في هذا قامت تركيا ب يعني قطع علاقاتها مع النظام ودعمت الشعب السوري في معركته ضد هذا النظام معركته السلميه ضد هذا النظام ومن ثم دخلت المرحله الثانيه في علاقتها أو في مسار الأزمة السورية استمرت تركيا في دعم المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية بشكل كبير كان هناك تحالفات تركية أمريكية غربية لدعم المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية للوقوف ضد الهجمات الكبيرة التي قام النظام بها ضد الشعب الآمن الشعب يعني السوري ومن ثم استمرت هذه حتى وقت قريب حتى اضطرت تركيا للتدخل العسكري بشكل مباشر بعملية درع الفرات يعني وبهذا هذا التسلسل التاريخي نعرفه سيد فوزي ولكن هذا يعني التبدل المخيف والذي أضر بالمعارضة السورية لا بل أنه ربما قضى عليها إلى حد ما كيف يمكن تفسيره الانقلاب من موقف مؤيد وداعم بالسلاح وبالمال وب... يعني بالعديد من الوسائل للمعارضة السورية إلى داعم لإيران ولدور روسيا في سوريا باختصار لو سمحت لا لا عفوا تركيا حتى الان لم تدعم ايران بالعكس هي دائما الان صحيح انها تحاول ان يكون هناك اتفاق تركي ايراني روسي حول يعني بعض القضايا في داخل سوريا لكنها قطعا لم تدعم ايران في تدخلها في سوريا حتى انها عرضت ولكن تدعم شريك ايران وشريك النظام تركيا تحاول الان بعد الاتفاق أه لا ايضا لا تدعم ايران شريك ايران ولا تدعم روسيا هي تحاول الان ان تحفظ ما بقي للثوار وللمعارضه من مناطق يسيطرون عليها بمحاوله اتفاق ثلاثي تركي ايراني روسي طيب. راينا كيف ان تركيا حاولت وبشده الوصول الي مناطق خفض التصعيد وهي بالحقيقه مناطق تحاول فيها تركيا المحافظه علي مناطق تواجد المعارضه طيب. السياسيه والمعارضه العسكريه او ما تبقى من هذه المناطق حيث راينا ان هناك كان انخفاضا كبيرا تراجعا طيب. كبيرا على الارض بعد الدعم الغير مشروط من قبل روسيا للنظام فلهذا حاولت تركيا انقاذ ما تبقى من هذه المناطق عبر محاوله اتفاق مع روسيا وايران عزيزي. ويعني راينا كيف ان هذه الحقيقة طيب. دعني اسال السيده سميره المسالمه التصعيد اذا كانت على ما تبقى من مناطق بجانب آه من بجانب ادلب سيدة المسألة هل توافقين على ما تفضل به السيد فوزي من دور تركي بأنه ليس داعما لإيران وليس داعما لروسيا ولكنه يريد المحافظة على يعني على ما تبقى من معارضة وبالتالي هناك من يتهم تركيا بأنها هي من باعت حلب للنظام ولروسيا وهي اليوم تقايد الغوطة الشرقية بعفرين ما ردك؟ مساء الخير أهلا بك. حتما الجلوس الى طاوله مفاوضات مشتركه مع روسيا وايران واجبار الفصائل على الذهاب الى هذه المفاوضات رغم ان لا مصلحه سوريه حقيقيه بالنسبه للثوره في هذه المفاوضات وهي مفاوضات استانا اتحدث عن مسار وهي جاءت لاضعاف المسار الحقيقي للمفاوضات جنيف يجعلني اعتذر من ضيفك واقول له لا هناك تحول في الدور التركي نحن لا ننسى ابدا ما قدمته تركيا من مساعدات انسانيه لحوالي ثلاثه مليون من اللاجئين السوريين لكن هذا لا يعني ان نضع يعني على على اعيننا اكفنا على اعيننا ولا نرى ما يحدث، ما يحدث في الحقيقه تحول كان نتيجه طبعا خلل في المصالح الدوليه وفي العلاقات الدوليه وارادت تركيا ان تعود الى الساحه الدوليه بعد ان شعرت ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول تهميشها. في ملف الصراع السوري وبذلك هي عادت من بوابة روسيا بعد أن كانت على عداء تام مع روسيا والجلوس إلى طاولة مفاوضات أسيتانا مع شركتيها روسيا وإيران يعني أن كل ما يجري اليوم في سوريا هو بشراكة ثلاثية سواء كان من الغوطة إلى إدلب إلى عفرين هذا الصمت المتبادل تتحمل مسؤوليته الاطراف الثلاثه التي اتفقت في الستانه على خفض التصعيد ومع الاسف هي اشعلت سوريا في كل مكان جون عقوري من ديترويت، كيف تنظر الى السنوات السبع التي مرت على الثورة السورية؟ برأيك ماذا حققت هذه الثورة؟ هل أن الأهداف التي قامت من أجلها تحققت؟ أم أن الوضع كان أفضل مما هو عليه الآن بالنسبة للمعارضين وبالنسبة للسوريين؟ بالتاكيد هم في وضع افضل مساء الخير شكرا لاستضافتي بالتاكيد كانوا في وضع افضل والوضع لم يكن افضل بالنسبه للدول المجاوره تركيا والاردن ولبنان ولا للمنطقه كما ذكر قبلي الانتفاضه كانت سلميه من جانب شبان ارادوا مستقبلا افضل ولكنهم والقتل بدا والتعذيب والان نرى عشرات الالاف من الضحايا ونرى النزوح بالملايين ونرى تقطيع اوصال المدن السوريه في كل انحاء سوريا كيف يكون الوضع اليوم افضل مما كان عليه عندما كان هناك خنق للاقتصاد وللناس وللمنطقه دعنا لا ننسى النظام السوري كان واحد من أكبر مصدري الإرهاب في العالم لا داعي لمراجعة ما فعله النظام في آخر ثلاثين أو أربعين سنة والآن أداروا بنادقهم على الشعب السوري نعرف تاريخ الشعب السوري وبعد سبع سنوات من النتيجة هذه كان هذا وضع أفضل مما عانى منه الناس لعقد من الزمن يعني لتحديد الفكره بشكل افضل يعني اليوم افضل الوضع بالنسبه للسوريين عما كان عليه قبل الثوره هذا ما ما تقصده لا, لا 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 لم يكن الوضع افضل في السابق هناك وقتين مختلفين داخل الامه السوريه هناك وقت قبل لحظه معينه الناس دعوا للانتفاضه لم يكونوا الاردنيين او اللبنانيين او الاتراك كانوا مواطنين سوريين ارادوا تغييرا وجاءوا بصوره سلميه وطالبوا التغيير كانوا يعرفون طبيعه النظام السوري وما يجري في بلادهم التاموا سويا كطلاب وشبان وسويا طالبوا بالتغيير لو بشار الاسد جلس مع القاده قادة هؤلاء الثوريين الذين طالبوا بالتغيير السلمي ومن خلال المحادثات والجدل السلمي كان يمكن أن تكون الأمور أفضل ولكنه أدار سلاحه على الشعب خالد بطر كيف تنظرون في السعودية وهي كانت من أكبر الداعمين للمعارضة السورية كيف تنظرون إلى ما تحقق في السنوات السبع الماضية لعلي لا اعلن سرا عندما اقول بان بعد سته اشهر من قيام الثوره السوريه وكانت ثوره سلميه بكل المقاييس ارسل الملك عبد الله وزير الماليه الى دمشق وقابل الرئيس بشار الاسد واعطاه شيكا على بياض وقال له تجاوب مع مطالب شعبك تفاهم معهم ونحن مستعدون للتعاون معكم وتوفير الدعم المادي لتلبيه كل ما يمكن من هذه المطالب، ولكن عليك ان تفعل ذلك فورا ونحن معك. في نفس الوقت جاءه وفد من ايران وعرضوا عليه العكس تماما، عرضوا عليه ان يساعدوه على قمع الشعب السوري وللاسف الشديد ان الجنرالات من حوله تجاوبوا مع هذا العرض الإيراني وذكروه بما فعل والده في حما في الثمانينات عندما قصف المدينة على رؤوس أهلها وقال له أن هذا هو الحل الوحيد للتعامل مع هذه المشكلات والتحديات كان أمامه عرضين اختار للأسف العرض الإيراني وتجاهل العرض السعودي بعد مرور فترة من القمع الشديد ضد الشعب السوري قررت المملكه العربيه السعوديه سحب اعترافها بالنظام السوري ودعم الشعب السوري بالتعاون مع القوى الرئيسيه في المنطقه وفي العالم مع الولايات المتحده مع فرنسا خارج المنطقه ومع تركيا لان السعوديه لا تملك حدودا مع سوريا فكان يمكن ان تقدم دعمها السياسي عن بعد ولكن الدعم العسكري أو طيب. الدعم الأمني سيد بطرفي أعذرني على مقاطعاتك سأعود إليك بعد الفاصل كونوا معنا اهلا بكم من جديد سيد خالد بطرفي عوده اليك للاختصار برايك هل حققت المعارضه اهدافها في سوريا وبالتالي السعوديه والدول التي دعمتها هل وصلت الى ما كانت تخطط له؟ لا للاسف الشديد هي كادت ان تصل الى هذه النتيجه بعد اتفاق جنيف واحد واقتناع النظام بأنه يجب أن يقبل بالتنازلات ويقبل بما نص عليه الاتفاق ولكن دخلت روسيا على الخط واندفعت إيران بكل ماليشياتها واستطاعوا أن يقلبوا المعادلة هذا ما حدث للأسف الشديد أيضا وجود عناصر إرهابية كالنصرة وداعش صنفت ضمن المعارضة وأعطتهم المبرر لضرب الجميع طيب لضرب سيد بطر في اين هذه الدول اليوم يعني السعوديه محاربة الإرهابيين. وقطر والامارات تحديدا وبغداد. اين هي اليوم يعني اي دور تلعبه على الساحه السوريه بعد وقف مد المعارضه بالسلاح والمال اي دور تلعبه هذه الدول؟ دور سياسي ودبلوماسي ودعم في المحافل الدوليه، كما قلنا هذه الدول ليست لها حدود مباشره مع سوريا، واذا لم تجد تعاونا من الدول التي ليس لها حدود كتركيا او الذي لها تواجد كالولايات المتحده فلن تستطيع ان تقدم الدعم العسكري لهذه المعارضه السلميه والمعتدله. ولكن يعني نعرف اليوم ان العلاقات الخليجيه تحديدا الامارات والسعوديه مع تركيا ليست على ما يرام على عكس العلاقه القطريه التركيه ولكن يعني هناك علاقه جيده مع الاردن وهناك ايضا قوات سوريه معارضه مدعومه من قبل الاردن وكانت الدول العربيه خصوصا السعوديه والامارات تقدمان المساعدات لهذه المعارضه عبر غرفه الموك هل يعني ستستعيد هذه الغرفه حيويتها وتعود السعوديه لامداد المعارضه بالسلاح والمال من اجل مواجهه النفوذ الايراني لا أعتقد أن الأردن يقبل بهذا الدور لأنه يعرض أمنه للخطر أنا سمعت هذه الروايات عن أن هناك قوات في الأردن أو تنطلق من الأردن ولكنني أصدق الأردنيين عندما يقولون بأن هذا لا يحدث لأن هذا يعني أن هناك ردة فعل ستكون أيضا من الإيرانيين والسوريين ضدها وهي لا تحتمل وضع لا يحتمل الدخول في, في معارك أو حروب من اجل يعني موقف كهذا رغم ان موقف يعني انساني وموقف مشرف ولكن لا يعني نتعاطف مع الاردن انه لن يستطيع ان يقوم بهذا الدور طيب نتوقف عند أبرز ما قاله اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش آر ماكماستر في خطاب ألقاه في متحف الهولوكوست بواشنطن حول الأزمة السورية محملا روسيا والنظام السوري وإيران مسؤولية المجازر التي ترتكب هناك ووصول الوضع إلى هذا الحد من المأساة. افعالنا تبعث رساله لا يمكن الخطا فيها مفادها انه لا يمكن ابدا قبول استخدام هذه الاسلحه المروعه واننا سنحاسب المرتكبين الولايات المتحدة ستدعم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في مسعاها لاجبار الاسد على التفكيك الكامل لبرنامجه للاسلحة الكيميائية ولسوء الحظ فان كثيرا من جهود انقاذ حياة الناس لحل النزاع وهزيمة تنظيم داعش وايصال المساعدات الانسانية وردع هجمات بالاسلحة الكيميائية كل هذه الجهود تتم اعاقتها من قبل رعاة نظام الاسد في طهران وفي موسكو يجب على كل الدول المتحضره ان تحاسب ايران وروسيا لدورهما في التغطيه على وقوع الفظائع واستمرار المعاناه الانسانيه. سيد عقوري يعني بعد هذا الكلام لماك ماستر لنحدد الموقف الامريكي اكثر برايك هل اخطات امريكا عبر تركيزها على محاربه داعش وهزمها في سوريا والعراق مقابل غض النظر عما يفعله النظام مما افاد النظام وافاد ايران وافاد روسيا وبالتالي هذا الكلام لماك ماستر ماذا يعني؟ هل ستواجه امريكا هذه القوى الثلاث في سوريا في المستقبل؟ أنت سألتني سؤالا مثقلا سألتني عن أمريكا في عهد إدارة أوباما نعم لم أسألك كانت هناك أخطاء أوباما. لم أسألك السؤال, السؤال هو بعد كلام ماك ماستر هل يعني أن إدارة ترامب ستواجه إيران وروسيا والنظام السوري في سوريا بعدما ركزت على داعش واستفاد هؤلاء من تركيز امريكا على داعش وغض النظر عن عن هؤلاء الثلاثة. لا اعتقد ان الولايات المتحدة يجب ان تأخذ تصريح من اي احد لعمل ما تراه مناسبا وتفعل هذا بطريقة مسؤولة، رأينا هذا قبل سنة عندما الرئيس ترامب أخذ الأمور بيده وقصف سوريا. بعد الهجوم الكيميائي، اعتقد الرجل الذي تحدث قبلي كان على حق، القرارات اتخذت في طهران و وموسكو ولعبت دورا على الارض في سوريا، ولكن هذه الحرب استمرت لسبع سنوات، ويبدو لي وانا افكر في حروب الشرق الاوسط والعالم العربي يبدو انها تستمر الى الابد، لا يبدو انها تنتهي والدمار والوحشية التي رأيناها هذا العام وهذا القرن هي مدمرة لأي إنسان يشاهدها طيب ولكن هناك استخدام لغاز الكلور من قبل النظام بحسب ما تقول منظمات إنسانية في الغوطة وغيرها الرئيس ترامب رسم خطا أحمر كما فعل الرئيس أوباما ولكن هناك من يقول أن هذا الخط الأحمر الذي رسمته الاداره الحاليه تحول الى خط مماثل لخط اوباما ما رايك؟ لا اعتقد ذلك على الاطلاق، الرئيس يتخذ قراراته من خلال الاستماع الى الجنرالات على الارض ومستشاريه، من الواضح عندما نستمع الى الوزيره او السفيره نيكي هيلي بالنسبه لموقف امريكا تجاه النزاع السوري من الواضح ان الرئيس هو الذي اتخذ القرار وهي تتصرف بناء على هذا. الرئيس يتخذ القرارات والناس تتصرف على هذه هذه القرارات. الاداره السابقه تقريبا تركت الموضوع للروس والايرانيين والسيد اوباما لم يرد ان يكون له راي في الموضوع السوري. راينا هذه الاداره ومواقفها مختلفه جدا على الارض وسنرى المزيد من المواقف النشطه تتخذها الولايات المتحده وحلفاؤنا في النزاع السوري. يعني هل يمكن تفسير هذه النقطه اكثر؟ ما هو المتوقع؟ أنا لست جزءا من الإدارة ولا أتحدث بالأصالة عنها ذلك ولكن لديك معلومات لست مستشارا هناك وزير خارجية جديد والوزير الجديد بومبيو سيبدو شخصا يتخذ موقفا نشطا لو سألني أحدهم بماذا تنصح أعتقد عندما ننظر على لبنان والحرب التي استمرت 15 عاما من الدمار راينا ربما صفحه من كتاب الرئيس ريغان حيث قام بتشكيل قوه حفظ سلام متعدده ربما حان الوقت للحلفاء لتشكيل قوه حفظ سلام وتدخل سوريا بشكل ما وتبدا في تخفيف الدمار والقتل والتعذيب طيب. والقتل الجماعي الذي يحدث بشكل يومي جيسي جاكسون, جيسي جاكسون. طيب. الفكره واضحه الفكره واضحه سيد دعني انتقل الى السيده سميره في فيينا سيده المسالمه برايك او ما هو الدور الذي تنتظره المعارضه من امريكا في هذا الوقت وبالتالي عندما يقول ماكماستر ان على حلفاء سوريا ان يواجهوا على حلفاء الشعب السوري ان يواجهوا ايران والنظام والتمدد الايراني في هذه المنطقه برايك من يمكن ان يساعد في هذا الدور اعتقد ان هناك تغيير في الخطاب الامريكي اما في الفعل الامريكي حتى الان يعني تبدو الخطوات متواضعه جدا دعني دعني اقول فقط يعني اجابه على سؤال ما الذي خسرته المعارضه او النظام جميع الاطراف السوريه اليوم خاسره بهذه الحرب الممتده لسبع سنوات جميع الاطراف السوريه تدفع ثمن هذا الصراع الدولي على سوريا وداخل الاراضي السوريه، الضحيه من كل هذا الصراع هي سوريا فقط، سوريا كدوله وسوريا كشعب. اليوم ربما تكون المؤسسات المعارضه تنتظر تحركا ما من الولايات المتحده الامريكيه، لكنني انا ككاتبه وسأقول ما يعني ما اتوقعه من الولايات المتحده الامريكيه انها تمضي بتهديداتها وتمضي بالضغط على روسيا وايران وايران تحديدا وهذا حصار على ايران لاعاده قوقعه ايران داخل حدودها وسحب قواتها من المنطقه وليس فقط من سوريا. هي تريد ان تدفع بهذه الاطراف جميعا الى طاوله مفاوضات لكن على اساس الرؤيه الامريكيه وليس كما هو حاصل خلال السبع سنوات الماضيه وخلال السنتين الاخيرتين على وجه التحديد كانت روسيا هي الفاعله في موضوع المفاوضات اليوم تريد الولايات المتحده الامريكيه مع شركائها الغربيين ولاحظنا انه تم اجتماع فعليا في باريس حول هذا الأمر تم تضييق الخناق على النظام تضييق الخناق على روسيا بفرض أيضا عقوبات على مسؤولين روس وتضييق الخناق بالكامل على إيران التي لعبت أدوارا خطيرة في المنطقة العربية هي وضعت تصورا للحل وتريد كل الأطراف أن تذهب إلى هذا الحل وما نسمعه اليوم من تهديدات ربما قد يجدي فعليا الى صناعه مسار جنيف التفاوضي ولكن باساليب وادوات جديده كما نصت عليها اللاورقه التي طرحتها الولايات المتحده الامريكيه مع بريطانيا وفرنسا والاردن والسعوديه واعتقد هي توسع دائره القبول بهذه اللاورقه بالتفاهمات مع دول اخرى. طيب نتوقف مع فاصل اخير ونتابع ساعه اخرى معنا. اهلا بكم من جديد سيد فوزي ذاكر اوغلو نعرف ان هناك تنسيقا تركيا مع روسيا وايران فيما يتعلق بسوريا وهناك مصالح ربما انيه بين هذه الدول الثلاث وهناك قمه ثلاثيه ستعقد الشهر المقبل في تركيا ولكن برايك إلى أي مدى سيبقى هذا التنسيق بين الدول الثلاث التي تختلف أهدافها الاستراتيجية في سوريا؟ وما الذي يمكن أن يسقط هذا التنسيق؟ اولا اريد ان اذكر بان حليف تركيا او ان تركيا هي حليفه الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام في المنطقه وهي حتى هذه اللحظه مستمره في التعاون مع الغرب ولكن اعذرني يعني هناك علامات استفهام عديده في هذا الخصوص ممكن في سوريا لكن أريد أن أقول عندما وجدت تركيا هذا الذي أريد أن أصل إليه عندما وجدت تركيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة أبدا بما يحدث في في سوريا وخصوصا بعد أن يعني أسست قواعد عسكرية لها في شرق الفرات وجدت اضطرت تركيا لأن تجد يعني أن تحاول أن تصل إلى حل معين مع روسيا وبعد التدخل الروسي الكامل العسكري الجوي والبري في سوريا تركيا تحاول ما زالت تحاول أن يكون هناك على الأقل إيقاف للتمدد النظام في مناطق معينة كانت تحسب للمعارضة السياسية والمعارضة العسكرية يعني اتفاقيه او اتفاقيات او يعني مباحثات الستانه ان كانت الاولى الى الاخيره هي كانت جميعا لمحاوله ايقاف التمدد او تمدد النظام واستعاده النظام لمناطق كانت قد خرجت عن سيطرته لكن اريد ان اقول بان ذكرت السيده سميره بان هناك عفرين مقابل الغوطه اريد ان اذكر بان الغوطه ليست مشموله باتفاقيه خفض التصعيد التي وقعت ما بين تركيا روسيا وايران بل هي هي يعني الغوطه الشرقيه تتبع اتفاقيه وقعت ما بين جي ما يسمى بجيش الاسلام ولكن كان يمكن لتركيا ان تلعب يعني دورا ضاغطا اكبر على اما, أما إيران بالنسبه لروسيا من اجل وقف ما يحصل في الغوطه وهذا كان امر يعني يمكن ان تقوم به هذا وهناك من يقول ان تركيا تغاضت عما يجري او تتغاضى عما يجري في الغوطه مقابل ما يجري في عفرين وما تقوم به في عفرين لا آه عفوا ابدا ليس هناك اي 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 علاقه ما بين الطرفين، تركيا قامت ب التنديد وذكرت لروسيا وإيران بأن ما يقومان به في الغوطة الشرقية ليس بالشيء المقبول لكنها لا تستطيع أن تقوم بأكثر من هذا إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بشيء وهي الدولة الأعظم في العالم فكيف وهي دولة ليست يعني على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تستطيع ان تقصف مناطق للنظام تستطيع ان توقف النظام حتى تستطيع ان توقف روسيا عن التقدم في في سوريا لكن الولايات المتحده لا تقوم بهذا طيب. اريد ان اعود طيب. الى ان تركيا لم تغير من نظرتها للمعارضة السياسية ما زالت تدعم المعارضة السياسية ولكنها ونقطة مطالباتها المشروعة وما زالت تدعم المعارضة العسكرية ولكنها يعني حولت المعارضة الجيش السوري الحر في في شمال سوريا عفوا لكنها حولت المعارضة في شمال سوريا إلى جيش لي يعني إلى جانب الجيش التركي من أجل تحقيق أهدافها المباشره وهي ضرب الاكراد في عفرين هذا ما حصل في الاونه الاخيره على كل انتقل الى السيده سميره من جديد لا سيدة سميره لا 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 هذا ليس صحيا اسمح لي طيب. اسمح لي تفضل. اسمح لي اسمح لي هذا ليس صحيحا هناك مصلحة مشتركة ما بين تركيا وما بين الجيش الحر في تحرير تلك المناطق من عصابات البي واي دي وهذه المصلحة المشتركة جعلت الجيش الحر يشترك مع الجيش التركي في تحرير تلك المنطقة وليس الجيش الحر أجيرا عند الجيش التركي كما يود البعض أن يذكر وأن يلمح طيب سيده سميره ما رايك بهذه النقطه تحديدا الجيش الحر الذي انطلق من اجل مواجهه النظام السوري واسقاط هذا النظام تحول اليوم الى كتيبه او كتائب او سرايا تعمل الى جانب الجيش التركي من اجل الدخول الى عفرين وتحولت يعني الاهداف بين ليله وضحاها. دعني فقط اوضح له انا لم اقل ان عفرين مقابل الغوطه، انا قلت كل ما يجري في سوريا اليوم برعاية ثلاثية من شركاء أسيتانا على مساحة سوريا سواء كان بعفرين أو بالغوطة أو حتى في في إدلب والآن هناك بعض الضربات في جنوب البلاد في درعا لكن ما أريد أن أقوله فعليا هناك سيطره ودعني اقول بشكل يعني انا متاسفه جدا لكن يجب ان نضع الامور في نصابها الحقيقي. كل الفصائل العسكريه التي اليوم تحارب الى جانب تركيا هي مرتهنه بقرارها بجزء كبير من قرارها لتركيا بفعل انها لا تستطيع ان تكون قادره على تمويل نفسها بنفسها ولا تستطيع على استجلاب السلاح بنفسها ولا تستطيع حتى اختيار معاركها. لاحظنا عندما كانت هناك الفصائل العسكريه تحارب في حلب ايضا تم سحبها الى الى الحرب مع على الحدود مع تركيا من مناطق في في حلب وكانت يعني الحرب مشتعله انذاك يعني ليست الخطوة إلى سقوط حلب التي نعم ليست هي الخطوه الاولى التي يكون فيها تحريك للفصائل العسكريه على خلاف ما وجدت من اجله الفصائل العسكريه اذا كنا نتحدث عن جيش حر نعم. الجيش الحر لاني يعني انا افصل بين الفصائل المؤدلجه التي جاءت اصلا باجندات خارجيه وبين الجيش الحر الذي نشا بين السوريين بهدف الدفاع عن المدنيين وبالدفاع عن المناطق التي كان ينتهكها القوات تنتهكها القوات الامنيه هناك تفريق كامل بالنسبه لي على الاقل بين اجنده الجيش الحر وبين اجنده الفصائل المؤدلجه التي كانت سببا من اسباب تدهور واقع الثوره وكانت سبب من اسباب في كل هذا اللغط الذي دار حول الثوره واحد. ودخول بعض الاطراف يعني المحسوبه على القاعده والاطراف المتطرفه التي يمكن ان نقول بانها خلطت اوراق الثوره وانها استخدمت الثوره لاغراض واحد. غير سوريه. واضح. نعم خالد بطرفي في دقيقه لو سمحت فيما يتعلق بالدعوه التي اطلقها ماكماستر او ما الموقف الذي اطلقه بان الدول الحليفه للولايات المتحده عليها ان تتدخل ايضا لمنع التوسع الايراني والروسي في سوريا ماذا يمكن لدول الخليج ان تفعل سيد باترفي هل تسمعني؟ يبدو ان خالد في لا يسمعني في هذا الوقت. جون عقوري من ديترويت هل نتوقع ان تقوم الولايات المتحده مثلا بضربه عسكريه على النظام من اجل اعاده الامور الى مسار جنيف يعني لدفع النظام ولدفع الاطراف الداعمه له الى التخلي عن السلاح وبالتالي الذهاب الى المفاوضات؟ أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن أمريكا ليست هي الشرطي العالم والسؤال هنا يتعلق ببشار الأسد ماذا يريد؟ نعرف ما تريده المعارضة تريد انتخابات حرة ونزيهة فرصة للحياة الرئيس الأسد يريد البقاء في الحكم هو يريد البقاء في السلطة والحفاظ على هيمنته على شعبه وأن يكون دكتاتوريا وطاغية نعرف ما يريده لكن ماذا سيحدث الآن مع إيران وروسيا داخل سوريا وإقامة قواعد عسكرية أعتقد أن على الإنسان أن يقرر ما هو الأفضل بالنسبة لأمريكا أمريكا تنظر على المسألة كقضية إنسانية هي تدخلت عندما الأطفال كانوا ضحايا لهجوم كيميائي من قبل حكومتهم أنت تسألني أن أقيم ماذا ستفعل الحكومة الأمريكية أو الإدارة الإدارة من خلال السفيرة نيكي هيلي ووزير الخارجية الجديد بومبيو سيد عقوري عذرني شرف وقتنا أو انتهى وقتنا نشكرك جون عقوري الخبير في شؤون الشرق الأوسط من ديترويت فوزي ذاكر أجلو الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول خالد بطرفي الأستاذ المساعد في جامعة الفيصل من جدة وسميرة المسالمة الكاتبة السياسية ونائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سابقا من فيينا نشكركم جميعا مشاهدينا وإلى اللقاء